بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. الجوازات السعودية، قرار عاجل بشأن تأشيرة الخروج والعودة وإلغاؤها للوافدين. متابعين الأول، مرة رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسون بلايك حتى ننقل لكم المزيد. عاجل من الجوازات السعودية، والتي بدورها قد أصدرت اليوم قرار عاجل بشأن تأشيرة الخروج والعودة وإلغائها، وذلك لكافة الوافدين من العمالة الوافدة بالمملكة العربية السعودية. وأوضحت اليوم إدارة الجوازات السعودية أنه لا يمكن التعديل على تأشيرة الخروج والعودة، لكن يمكن إلغاؤها بشكل كامل. وقد ذكرت إدارة الجوازات السعودية اليوم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أنه إذا تم إصدار التأشيرة لا يمكنك التعديل عليها مطلقاً، وكذلك يمكن الإلغاء عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل. وبهذا الصدد، فقد أشارت إدارة الجوازات السعودية الآن إلى أنه في حال إلغاء التأشيرة فإن الرسوم غير مستردة. جاء ذلك ردا على استفسار من مقيم استخرج تأشيرة خروج وعودة لمدة شهرين متسائلا، هل يمكن تمديدها عن طريق الكفيل أم يجب إلغاؤها ثم إصدار تأشيرة أخرى بمدة أطول، علما بأن الإقامة سارية لمدة عام من الآن. فيما قد أوضحت الجوازات أنه سيتم البت في بعض القرارات المتعلقة بالخروج والعودة وإلغاء التأشيرة، خاصة بعد رفع إجراءات الحظر وتلاشي الأزمة شيئا فشيء. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.